حاسه بيه دلوقتي يا حبيبتي؟ تعبانه شويه، اصل انا تعبت قوي معدينا في المستشفى وكمان خدت برد. هما بيقولوا المجهود مش كويس بالنسبه للحامل وخصوصا في الشهور الاولانيه. اه ما انا مش هعمل مجهود تاني، هو بس كان موقف كده اتحطيت فيه غصب عني فاضطريت ان انا اتصرف. طول عمرك صاحبة وجه. عمرو بات معايا النهارده. صعب والله يا ابو سينا، معلش. وايه اللي صعب؟ انا تعبانه ومحتاجاك جنبي. حاضر يا ابو سينا، هقعد معاكي لحد ما اطمن عليكي وبعدين لازم امشي. لو احتجت اي حاجه كلميني وانا ان شاء الله هلاقي طريقه اجيلك بيها. هتلاقي طريقه؟ عمرو على فكره انا مراتك وليا نفس حقوق الست اللي انت مفضلها عليا في كل حاجه. بلاش الكلام دلوقتي يا ابو سينا عشان انت تعبانه. خليني نتناقش الامور دي بعدين. نسيت اقول لك، امجد كان عندي في المكتب النهارده وقال لي على حاجه كده هتريحك وتريحني. حاجه ايه؟ شكل الامور كده اتطورت بينه وبين دينا وتعلقوا ببعض وهو ناوي يتجوزها. امجد هيتجوز دينا؟ اه، وقال لي كمان ان هو مبسوط معاها. غريبه قوي. غريبه دي يعني؟ ما قالتليش. بس احنا مالنا؟ المهم هو كان قال لي ان هو عايزك ترجعي لي حاجته. حاجتي ايه؟ الفيلا والعربيه والفلوس اللي في البنك. انا مش هرجع حاجه. ليه بتقولي كده؟ وانتي ناقصك حاجه؟ وبعدين انتي مسؤوله مني انا، لازم ترجعي له حقه. حقه؟ لا يا عمرو، ده حقي انا، حق بهدلتي واهانتي وضربي السنين اللي فاتت دي كلها، ده كمان اقل من حقي. انا مش هرجع حاجه، قوله ينسى. انا مش موافق على اللي انت بتقوليه ده. مستغربك النهارده ومستغرب عصبيتك دي. عمرو قلت لك انا محتاجاك جنبي، بات معايا النهارده. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.